الذي أحب أن أقرره اليوم في خطبة اليوم مبدأ بسيط، وأسأل الله أن أكون مصيبا في اجتهادي، وإلا فالخطأ مني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله والمسلمون أيضا من عندي آخرهم، أولهم على آخرهم. لكن لأن هذا اجتهاد تقريبا يعني ربما سبق إليه واحد أو اثنان في الأمة أيها الإخوة، أنا نظرت فيه وجدته هو الاجتهاد الراجح، وجدته رجيحا مليحا ومعقولا جدا جدا، وحتى المشترعون الوضعيون يأخذون به بفحواه، إلا أن هذه الأمة لأجل ما ستسمعون لم تأخذ به، فاتسع الفتق أو الخرق على الرادق أو الراقع في مسائل مما يتعلق بالدماء وعصمة النفوس المحرمة. وإن لله، ما هو؟ ما هو؟ ما هو هذا الموضوع؟ ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة أيها الإخوة، نزعم أنه لا يجوز في باب التشريع وبالذات في باب الحدود، في باب الدماء، فيما يزيل عن النفس عصمتها، فيما تنتهك به عصمة النفس وترفع به أو تستحل حرمتها، سواء في باب القتل، باب الأعضاء، حتى باب الجلد وإهانة الإنسان، يشترط في هذا أن يثبت التشريع بصفة قطعية. ما تجيب ليش حدث أحد، ما يهمنيش، دول في البخاري في مسلم ما أقبلوش، لا أقبله عقليا منهجيا. لماذا يا أخواني؟ تعرفون لماذا؟ ببساطة، لأن حرمة الإنسان، معصومية النفس، محرمية النفس المحرمة ثابتة بالقطع واليقين، بل قال أبو إسحاق الشاطبي علامة المقاصد ثابتة بالضرورة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، الكل يعلمه، الأصل في النفوس أنها معصومة محرمة، لا ترفع عصبتها ولا تستباح حرمتها إلا بأسباب يسيرة جدا. أنا قلت لكم ما هي، إذا أردتم إيه العصمة في مقابل القتل، يعني تخيل هو سبب واحد يعود إلى ماذا؟ إهدار حياة أخرى، سواء يقتل عمدا أو يقتل إيه في الحرابة أو فساد. من أين أتيتها؟ الآية القرآنية، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فلا تقول لي بعد ذلك شرب الخمر في الرابعة، سرق في الخامسة، ارتد عن الإسلام، يقول لي حد المرتد. مرتد إيه يا رجل؟ تقتل المرتدين؟ كتاب الله فيه مئات الآيات تقرر حريتهم وتؤكد خياراتهم وأن لهم أن يعيشوا مع ردتهم، وأنت تقول يقتل؟ أين رويت هذا عن رسول الله؟ والعجيب، العجيب، لا يوجد لدينا إلا حديث واحد فقط أيها الإخوة، صريح وصحيح، عفوا صحيح لكنه ليس صريحا كما يظنون في قتل المرتد، اضطرقه التقييد من أكثر من جانب، ودخله التخصيص من أكثر من جانب، حديث من بدل دينه فاقتلوه، حديث واحد فقط. وأفعال رسول الله تخالف عن، إذا أخذت به كما أخذ به العلماء، النبي نفسه لم يقتل كثيرين من المرتدين وتركهم يعيشون، والقرآن يؤكد هذا. إذن عليك أن تعيد النظر في هذا الحديث وتقول لي خرج البخاري، حتى مسلم لم يخرجه، مسلم يقدح فيه لأنه من رواية عكرمة البربري، مسلم لا يعترف بعكرمة، الشافعي لا يعترف بعكرمة، الإمام مالك لا يعترف بعكرمة، لذلك الشافعي رد هذا الحديث في كتاب الأم، قال هذا من طريق إيه؟ من طريق عكرمة، عكرمة لا لا لا، عكرمة يتجنب حديثه، يتحاشى حديث عكرمة البربري الخارجي من الصفرية، أخرج البخاري، مشكلته يخرجه، إيش هالحديث تقتل فيه الناس أنت وتقول لي حد رده؟ بس القصة أوسع من هذا بكثير، القصة أوسع من هذا بكثير أيها الإخوة. طيب نعود، إذا نحن نقول في رفع عصمة النفوس المعصومة واستحلال حرمتها لابد أن يثبت التشريع الذي يحل لك هذه النفس المحرمة ويرفع عنها العصمة، لابد أن يثبت التشريع بطريق قطعي. ليه؟ عقليا ومنهجيا، لأن عصمة النفوس ثابتة بطريق القطع والضرورة في شيء بسموه الضروريات الخمس أو الخمسة في علم المقاصد، في علم الأصول، والعلماء الكبار كأبي حامد في المستصفى حين يتحدث عن المناسب، وأبي إسحاق الشاطبي وغير هؤلاء، كل علماء المقاصد الأصوليين الكبار قالوا هذه الضروريات الخمسة تتعارفها الأمم، مش بس الأمة المحمدية، كل الأمم، ولا تتساهل في انتهاكها. الدين، الحفاظ على الأديان والمعتقدات، كل أمة تعتز بدينها، الدين، النفس رقم اثنين مباشرة، النفس، النفس المعصومة، النسل، بعضهم قال العرض، المال، العقل، عشان موضوع الخمر، عشان موضوع الخمر، آخر شيء حطوه، ما حد يسكر، يسكر، إيش نعمل له؟ يسكر في حاله هذا، كبيرة من الكبائر،
يلقى الله بها، لكن ما بضرني هو لما يسكر في بيته، ايش عمله هذا؟ بخلاف الذي يقتل، بخلاف الذي يعتدي على الدين وعلى ايه؟ عقيده الامه، بخلاف الذي يعتدي على ايه؟ اعراض الامه ويطعن هذا زاني وهذا لوطي وهذا والعياذ بالله تطعن في الناس وهذا كذا وهذا كذا، او يسطو على اموالهم، يسطو على اموالهم ويورق امنهم، هذه لا يتساهل فيها. لكن رقم اثنين فيها ولدينا تعليق على هذا ايه؟ الترتيب، لكن على كل حال نسلم الان ايه؟ هكذا مرحليا. رقم اثنين ما هو؟ النفس. النفس. قال ابو اسحاق الشاطبي: ملائمة هذا التشريع، ملائمة هذا التشريع لشرع الله تبارك وتعالى مش مأخوذة من طريق احد الأدلة، أدلة كثيرة جدا في أبواب شتى، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. طب كويس، إذا كانت عصمة النفس معلومة من الدين بالضرورة وثابتة بطريق القطع واليقين، كيف تزيلها أنت عن محلها بطريق فيه شبهة بحديث آحاد وتقول لي من بدل دينه فاقتلوه حد الردة؟ إيش التناقض هذا؟ كلام غير. ولذلك يا إخواني وجدنا عالما جليلا وهو الإمام الشيخ أبو الحسن الكرخي، شيخ الأحناف في القرن الرابع الهجري، صاحب المختصر الذي شرحه القدوري، شرح مختصر إيه؟ الكرخي، وصاحب الأصول المعروفة بأصول القدوري. على كل حال بأصول الكرخي، أبو الحسن الكرخي، هذا الرجل تقريبا الوحيد الآن، تابعه تلميذه أبو عبد الله البصري ثم عاد، بقي وحيدا برأسه. نحن الآن نقول مذهبه الحق والله تبارك وتعالى أعلم، إلا أن يثبت لنا إيه؟ العكس بالدليل. الرجل قال: الحدود لا تثبت، لا تثبت الحدود وما يندرج بالشبهة. الحدود ما الذي يندرج بالشبهة؟ الحدود، في حديث عائشة في الترمذي مرفوعا وروي موقوفا وقيل الموقوف أصح. على كل حال قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا عنه أو خلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا اسمه مبدأ إيه؟ مبدأ الدرء بالشبهة. واحد ارتكب جريمة من جرائم الحدود لكن لم يثبت لدينا بطريق إيه؟ قريب من القطع، فضلاً عن القطع أنه هو الذي فعل هذا، وقامت شبهة في البين، قامت شبهة في البين، خلاص. نفس المبدأ عرفه القانون الوضعي لكن بعد مئات السنين ويعبر عنه باللغة القانونية بأن الشك يفسر لصالح من؟ المتهم. كل شك في القضية، في حيثيات القضية، يفسر لصالح إيه؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ لا، المدعى عليه، لصالح المتهم. هذا مبدأ إدراء الحدود بالشبهات، مبدأ إدراء الحدود بالشبهات، وهو قاعدة فقهية، وهو قاعدة فقهية متسالم عليها بين الفقهاء، متسالم عليها بين الفقهاء. جميل جدا. لكن طبعا مع تفصيلات بسيطة، قالوا هذا في الحدود وفي جرائم القصاص، وفي جرائم القصاص، لكن ليس في جرائم التعازير. في القانون الوضعي في كله، في كل الجرائم والجنايات الحدود، أي عفوا الجناية تدرى بماذا؟ بالشبهة. ولذلك جنح المرحوم عبد القادر عودة رحمة الله عليه صاحب التشريع الجنائي الإسلامي، ويا له من كتاب جزاه الله خيرا، جنح إلى هذا الرأي أن الحدود والقصاص وجرائم التعازير كلها أوله عن آخرها يعني تدرأ بالشبهات. رجح هذا رحمة الله عليه، وقد يكون الصواب معه، قد يكون الصواب حتى في التعازير، حتى في التعازير خلافا للفقهاء القدماء. طيب، فأبو الحسن الكرخي بعقل منطقي تماما قال لك إذا كان الحد يندرئ عمن اتهم به بالشبهة، فكيف تثبت أصل تشريعه بطريق فيه شبهة وهو طريق الآحاد؟ خبر إيه؟ الآحاد، يعني لم يتواتر عن رسول الله. أنا أقول لك لم يتواتر ولم يشتهر عن رسول الله، إذا أخذنا بتعريف الجمهور المشهور، وهو الذي لم يرويه إيه؟ أيها الإخوة، الذي رواه ثلاثة وربما أكثر لكن لم يبلغوا حد التواتر، بس مش أقل من ثلاثة عن رسول الله وعن كل من الثلاثة، وعن كل ثلاثة ما في منه هذا، ما في مشهور. أبو حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان، قال لا يوجد حديث رواه اثنان عن واحد أو عن اثنين، عن اثنين مروي عن الرسول، خلينا نبسطها، رواه اثنان وعن كل منهما اثنان وعن كل اثنين أو عن كل واحد من الاثنين اثنان حتى ينتهي. قال هذا مش موجود، اسمه العزيز، هذا اسمه الحديث العزيز. ابن حبان قال أنا ك
كإمام وهو ابن حبان رحمة الله عليه، قال بقول لكم هذا غير موجود، لن تجد في السنة حديثا بهذا الشرط. واحنا بنسميه العزيز هذا، ونشترط هذا ايه في الحدود، على الأقل على الأقل في الحدود يا سيدي. قال هذا غير موجود. قال فإذا ثبت بطلان هذا واستحال وجوده، علم أن الأخبار كلها آحاد، فلا تحدثون عن متواتر. هذا أكبر أكبر أكذوبة في تاريخنا على فكرة. أحاديث متواترة أقول لك ما في الكلام هذا، ما في متواتر. مشهور ما في، ابن حبان يقول لك عزيز ما في، ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه قال لا غير صحيح. يعني هذا كلام ابن حبان، وفي المقابل أبو عبد الله الحاكم رحمة الله عليه صاحب المستدرك قال لا، قال تقريبا معظم أحاديث البخاري ومسلم عزيز. أكبر غلطة وقع فيها الصحيح بالمرة، هذا بالمرة غير صحيح. وين العزيز فيهما؟ قليل جدا جدا جدا. وين إن وجد أصلا؟ الحاكم يقول هذا شرط البخاري ومسلم، فما اتفق عليه هو هذا يعني. فيرد عليه أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي صاحب أطراف الكتب الستة رحمة الله عليه، أو الخمسة، إجوا الستة عفوا، إجوا يقول له، قالوا هذا كلام غلط غلط، ولم يشترطا هما هذا الشرط العزة، اثنان وعن كل منهما اثنان إلى آخره. قال لم يشترط البخاري ومسلم هذا، ولا شرط عليهما، ويا له من شرط حسن لو وجد في كتابيهما. يا ريت قال هيك، يا ريت يا ريت تؤدي الحديث بهذا الشرط، كان صار عندنا أي ثقة وربما حتى يقين بأن النبي فعلا قال هذا أو فعل هذا. لكن أحاد، كله أحاد، أحاد يتطرق إليه الغلط من عدة جهات. قال ما في، الحاكم يقول هكذا، وهذه أقوى رتب الصحيح، أقوى رتب الصحيح، ما في منه. ابن حجر قال لا، أنا بدي أتوسط بين ابن حبان وبين الحاكم. الحاكم بلا شك كلامه غلط، بل قال أبو بكر الحازمي صاحب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار وصاحب شروط الأئمة، قال لو عكس القضية وحكم لكان أسلم. لو قال إنه البخاري ومسلم شرطوا على أنفسهم ما يخرجوش ولا حديث عزيز بكون صح. وين العزيز؟ قال له تخيلوا. طبعا أيهما أعظم مثابة في العلم، ابن حبان ولا الحاكم؟ ابن حبان بإجماع العلماء أعلم بكثير لسم الحاكم، والحاكم حاكم، لكن وين ابن حبان أعظم صاحب الأنواع والتقاسيم. فرد عليه كما قلنا هذا ورد هذا. ابن حجر توسط قال لا. طب كويس، وابن حجر هذا أمير المؤمنين صاحب الفتح، قال في عزيز في الصحيحين، في أحاديث عزيزة، جيب لي جيب لي خمسة ستة عشرة، ما قدرش يجيب واحد. ابن حجر قال في مثل ماذا يا حافظ الإسلام؟ قال مثل الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس وعن أبي هريرة. إذن هاي أول رتبة لسه عن رسول الله، كان اثنان ممتاز. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين. الحديث قال رواه عن رسول الله أنس وأبو هريرة، جميل هذا ممتاز. وبعدين لازم عن كل واحد اثنان، قال ورواه عن أنس عبد العزيز بن صهيب وقتادة، جميل ممتاز. وبعدين ورواه عن قتادة أعتقد شعبة وابن المسيب، ممتاز. وروى عبد العزيز اسماعيل ابن علي وفلان، ووقف ابن حجر، ابن حجر وخلاص انتهى. انا متاكد انه اي واحد فيكم الان سمع تعريفي والكلام هذا يفهم ايش يقول ابن حجر، واين مثل هذه الطرق عن ابي هريره؟ بدنا كمان عن ابي هريره اثنان، وعن كل اثنان، ما فيش ما فيش منه. فحتى هذا ليس بعزيز. يبدو ان الصواب مع ابن حبان، انه صعب تلاقي عزيز. وين العزيز؟ قال وين العزيز؟ فأنا بدي عزيز، ما بديش مشهور، وبديش متواتر يا سيدي، لسه متواتر مستحيل، بدي عزيز عشان أتأكد أن النبي قال هذا وفعل هذا. ابن حبان قال كله أحد، كله أحد، ونقبل الأحد. قال لك لا، إحنا بدنا في الحدود، في قتل الناس، في قطع الناس، ذبح الناس، بدنا على الأقل عزيز، مش مشهور ومش متواتر، مش مشهور مش متواتر. فوينه؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. أجابوا عن الإمام الكرخي، قالوا لا لا لا، هذا كلام ضعيف يا أبا الحسن. ليه؟ قال لأن الأمة أجمعت على أن الحدود، على أن الحدود تقام على مرتكبيها بشهادة اثنين. ردوا عليه. طبعاً هو الاثنان أحد ولا إيه؟ متواتر قطعي ولا ظني؟ لا طبعاً أحد طبعاً. الاثنان قالوا هذا إيه؟ أحد طبعاً، ليس متواترا، هو بده متواتر. الكرخي احنا متواضعين شوي، بدنا عزيز. هو قال لك لا بدي قطعي، عشان تقول لي فلان يقتل والنبي قال بقتله، جيب لي شيء قطعي متواتر، ما بقدر اقتل النفوس المعصومه، ثابت عصمتها بالقطع والضروره، كيف نرفع العصمه عنها يا اخي بالايه؟ باحاديث احاد، وتقول لي احاد في البخاري ومسلم. قال لا لا لا، لا اكتفي بهذا. فايش ردوا عليه؟ قالوا طيب كويس، الحدود نفسها والقصاص الان، لو جاء اثنان عدلان وشهد على أحد الناس أنه قتل
يقطع ولا يقتل؟ يقتل. على أنه سرق يقطع ولا يقطع؟ يقطع. أربعة على أنه زنى يقام عليه الحد أيا كان. فقال هذا هو، وهذا كله إيش؟ مش متواتر، كله أحاد. فماذا أجاب هو؟ جواب ذكي جدا جدا، لكن كأنهم لم يريدوا أن يظهروا أنهم فهموا. إحنا بنقول فهمنا وبدنا إيش؟ نستدله ونضوئه إن شاء الله تعالى ونقوي جوابه. إيش قال؟ قال إنما قبلنا بإقامة الحدود بالشهادة، شهادة اثنين أو أربعة، للنص في كتاب الله. الله اللي قال هيك، استشهدوا عليهن أي أربعة منكم. الله قال أربعة ومرات قال اثنين للنص، وإلا بحكم العقل ومنهج القاعدة لا. فنعود إلى الأصل، لا ترفع العصمة إلا بقطعي. أنا سأضوي كلام الكرخي بكلام أزعم إن شاء الله أنه حسن، مش أقول أحسن منه بس حسن. تعرفون ما هو؟ فرق كبير إخواني وأخواتي بين مقام شرع الحكم، تشريع الحكم، وبين مقام تطبيق الحكم. أيهما أغلظ وأخطر؟ شرع الحكم، أليس كذلك؟ بمعنى الناس الآن في سعة ونفوسهم معصومة مقرة الحرمة، إلا بسبب أو سببين يعودان إلى سبب في كتاب الله مثلاً بطريق القطع. تأتي الآن تريد أن تفتح باباً لسبب ثان أو ثالث، تقول هذا يقتل به. نحن نقول لك لا بد أن يثبت هذا عن صاحب الرسالة، عن صاحب الشرع، بطريق ماذا؟ بطريق القطع. لماذا؟ لأنه لو ثبت فتح هذا الباب فتح هذا الباب وكان أيها الإخوة الطريق فيه شبهة، يعني أثبتناه بطريق فيه شبهة وطلع في الأخير غلط، المصيبة عظيمة جدا جدا تستمر على الأزمان. تبقى هذه الأمة المسكينة المرحومة تقتل في بعض الناس ظلما بشيء ما أنزل الله به من سلطان. تشريع، أنت بتشرع، مش قتل واحد واثنين، قاتل ما لا يعلمه إلا الله إلى يوم الدين كل من ارتكب أي هذا الجرم باسم أنه النبي قال هيك. وطريق أحد مصيبة. لكن حين يقع الغلط والتجاوز في ماذا يا إخواني؟ يقع الغلط والتجاوز في التطبيق. المصيبة تقتصر على واحد، أدركنا الوقت، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذن الجواب إخواني وأخواتي أن هناك يعني أن هناك شرطاً العلماء تساهلوا فيه للأسف الشديد، وما كان ينبغي، وما كان ينبغي أن يتساهلوا، وهو شرط ثبوت التشريع الذي يرفع العصمة ويستبيح الحرمة بطريق القطع. وأنا أقول لكم قطعي في ثبوته وقطعي في دلالته، إنه معناه أقتل، اقطع، اجلد حرمة الناس. هذه الإنسان محرم، خليفة الله في الأرض، هذا مش يستسهل بأبسط الأشياء قتله وجلده وذبحه، لا، لابد بطريق القطع يا إخواني. لكن واحد يقول لي إيه؟ طيب ما أنت أثبتت الحد بطريق إيه؟ ليس فيه قطع، بشهادة اثنين وشهادة أربعة وتقتل وتقطع وتجلد وتزجي إلى أخيه مثلاً نقول لهم فرق بين مقامين، مقام الشرع أو التشريع ومقام ماذا؟ التنفيذ. مقام الشرع أخطر بكثير، لأنه إذا لأنه ذو طابع عمومي ممتد في الزمان يا إخواني. شرع ليوم الدين، هذا إنه من فعل هذا يقتل مثلاً، من بدأ دينه يقتل، شيء خطير جداً لابد أن يثبت فيه. ولذلك في مبدأ في القانون يا إخواني يعرب مبدأ الشرعية، اسمه مبدأ القانونية، principle of legality. شو legality؟ يعني مشروعية الجريمة، التجريم يعني، ومشروعية العقاب. إيش يقول هذا المبدأ؟ عنده نص باللاتيني يعرفه درسوا القانون، يقول نولوم كريمن نولا أوبينا، يعني لا جريمة ولا عقاب. أوبينا عقاب، ليش طيب؟ سيني برافيا ليجي أوبينال، لا جريمة ولا عقاب قبل تشريع سابق بالعقاب. إلى اليوم يقال حتى بالإنجليزية البينالو، يعني القانون إيش؟ الجنائي، بينال بينالو، هذا هو، هذا مبدأ إيه؟ طيب كويس، اسمه مبدأ المشروعية. مبدأ المشروعية يضرب أيها الإخوة حين نشرع بالذات في الجنايات بطريق الآحاد. واحد روى عن الرسول ومطعون فيه ومش عارف إيه، وعكرمة ومش عكرمة وغير عكرمة، ما ينفع يا إخواني، لابد بطريق قطع. واحد يقول حتى هذا يحصل في القوانين الوضعية؟ يحصل تماماً في القوانين الوضعية، تشرع في البرلمانات، مش اثنين مع بعضهم بيشرعوا، برلمان يقعد ستة أشهر سبعة أشهر سنة يناقشوا الموضوع ولا أخذوا كذا، والناس تتابع مرات في التلفزيون إلى آخره. وبعد أن يصدر القانون الجديد يشرع ويسن، لابد أن يعلن عنه في الجريدة إيش؟ الرسمية العامة تحت الحكومة،
عشان بعد هيك ما يكونش في عذر لواحد انه يحتاج ايه؟ اني ما سمعتش، ما في طريق القطع، ولا صحيح؟ في تشريعه وفي اعلام الناس به. ولذلك اخواني واخواتي بالتامل البسيط بادنى تامل نجد ان جرائم الحدود في شرع ايه؟ الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى ثابته بطريق القطع. واحد يقول ايش هي؟ معروفات. القصاص، هنعتبرها جريمه حديه تساهلا. لانه في فرق بين جرائم الحدود وبين القصاص، فرق واحد هو على فكره. هي عقوبات مقدره والقصاص عقوبه مقدره. قاتل يقتل، والله صحيح. لكن ليش القصاص بيعتبروه مش حدا؟ عقوبه لحاله، يقول لك جرائم القصاص والحدود. تعرفوا ليه؟ لانه القصاص لحق العبد. ومن هنا يجوز للعبد ان يسقطه ويعفو عنه. فمن عفا. اما جرائم الحدود واختلف فقط في القذف، هل هو حق للعبد ولا حق لله؟ او مختلط. جرائم الحدود حق لمن؟ لله. يعني بمعنى انه ما ينفعش لو انت اسقطت، يعني واحد لا قدر الله اعتدى ايه، نفترض ايه، على واحد في عرضه زنا او سرقه مال او سرقه ايه، ما نقول انا سمحته خلاص. انت سمحته؟ ايه، والحق العام لا ما نسامحوش، احنا نقطعه ونقطع يده. انت حر تسامحه، بينك وبين الله احنا ما بنسامحه. سامحوا في مالك، احنا ما بنسامحه، لان هذه جرائم الحدود. واضح يا اخواني؟ والاصل ان جرائم الحدود لا تسقط بالتوبه. كويس انك تتوب، بس لا نسقطها عنك، لان هذا هي حق عام، والله صحيح. توب بينك وبين الله، كويس انك تتوب، لكن لا تسقط. على كل حال، فناتي الان الى جريمه القصاص في كتاب الله. ولكم في القصاص حياه، النفس بالنفس، والله صحيح، والعين بالعين، والجروح قصاص. كويس. اثنين، جريمه الحرابه في الايه 32 من سوره المائده. انما جزاؤه في كتاب الله، قطعي متوازن، قران كريم. جريمه السرقه فاقطعوا ايديهما في المائده، في كتاب الله، قطعي. جريمه الزنا، الزانيه والزاني فاجلدوا كل 100 جلده. وهذا اعتقاد على فكره، ما تقوليش رجم. وقلنا قبل هيك الرجم اليوم بنحله بنفس الطريقه هذه. جيب لي حديث رجم عزيز. ردوا علي ناس علماء اساس بارك الله فيهم، قالوا ايه متواتر. انا بتحداهم انه جيب لي، اثبت لي انه عزيز، اثبت لي ان الرجم حديث عزيز. كفى كفى كذب على الأمة وضحك على الناس وإهدار لكتاب الله عز وجل. كتاب الله بين أيدينا، نقتل نرجو في الناس، ما في. فقط جيب لي حديث عزيز في الرجم. عزيز، أتحدى، روحوا خذ كلام مني وروحوا فيه للعالم. عزيز، اثنين عن كل من الاثنين، اثنين وهكذا، ما في، ما في منه. أحد كله، أحد معارض كتاب الله يا إخواني. شيء عجيب، هذه الشريعة عجيب، دخل في الإسلام تحريفات كثيرة مثل غيرنا، وهدرنا كتاب الله. على كل حال، الله قال عز 100 جلدة. بعدين جريمة إيه أو حد بذاء القذف، كم الله قال في نفس السياق سورة النور 80 جلدة، يجلد إيه 80 جلدة. واحد يقول لي حد الخمر، ومين قال لك إنه حد؟ وين الخمر؟ في كتاب الله في إنه يجلد. ولذلك إلى اليوم الاختلاف في عقوبة إيه الخمران السكران موجود عند الأمة، اللي اختلفوا هل النبي عزر فيه أو حد. طب إذا كان حد فيه فقديش كان الحد؟ اختلفوا كثيرا جدا جدا. والرأي المشهور أنه عزر ولم يحد، ولا ما صحيح، وأن الذين حدوا في الخمر الصحابة وليس إيه الرسول. وهل عندهم الحق أن يحدوا وتقول لي حد شرعي؟ لا، ما عندهمش طبعا في الأخير. هذا تصرف إمامي. وينفع يجي واحد بعديهم يقول لا أنا بديش هيك، أنا بشوف نجلد 20 جلدة، أنا بشوف نسجنه، انغرموا ويحط أي شيء ثاني. هذا تصرف إمامي، ما عندهمش حق التشريع. ولذلك في البخاري ومسلم عن الإمام علي عليه السلام إيش قال؟ قال ما كنت مقيما حدا على أحد فيهلك فأجد في نفسي إلا ما كان من صاحب إيه الخمر، لأن رسول الله مات ولم يحد لنا فيه إيه شيئا. مصرح الإمام علي عليه السلام يصرح بهذا في البخاري ومسلم. قال لو أنا إيه أجلد واحد سكران 80 جلدة يموت، أجد حرجا شديدا في نفسي. تعرفون ماذا قال؟ إلا وديته وأدفع ديته عشان أطلع من ذنبه، لأنه ما كانش في حد. واحد يقول الأئمة الأربعة، الإمامنا الشافعي، إيش؟ روح اسأل الشافعي، اسأل إيه فقيه الشافعي، يقول له الشافعي إيش قال في الأم عن الخمران؟ 40 جلدة قال، ما قالش 80. شيخ مذهبه 40، قال يوجد 40 جلدة، يوجد 40 جلدة، اختلفوا، لأنه ليس حدا هذا. وسبحان الله العظيم، شوفوا أنتم عاد، شوفوا القصاص، الحرابة، السرقة، الزنا، القذف. في جامع مشترك بينها كلها، شوفوا، مش موجود إيه في حد الردة ولا موجود في حد إيه شارب الخمر. ايش هو؟ هذه الحدود تبعتهم بيحكوا عنها. الحدود الخمسة القرآنية. الجرائم الخمسة تشكل عدوانا سافرا مباشرا على مين؟ على الناس. مباشرة على حيواتهم، على حيواتهم، على أعراضهم، على أمنهم، على أموالهم. ومباشر، ديركت، مباشرة هيك. مش ممكن يصير وممكن يؤدي إلى كذا. الخمران هذا يا أخي لو شهد عليه اثنان بأنه سكران في بيته واعترف يجلد، صح؟ طب ليه؟
هذا بيرتكب محرم مثل سائر المعاصي وفي بيته. قال لأنه ممكن لو سكر ممكن يهذي ولو هذا يخذف. تعرف لو أنا بدي عندي كلام، يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، أقول لهم يا سيدي لما يثبت عليه أنه قذف يجلد. مزبوط؟ إيش الكلام هذا يا أخي؟ طب ليش ما تقولوا السكران ممكن لما يسكر يفقد صوابه يقتل؟ إذا نقتله يا أخي بهالمنطق هذا، هذا ضعف القياس هنا حتى وإن قال به الصحابة، صح ولا لا؟ فما تقول ليش يا يقذف فنجد حد القاذف؟ أنا مش مقتنع بها بصراحة. والإمام علي حتى ما كانش مقتنع بها، مع أنه هو اللي اقترحها في قول يعني، والله أعلم، قال لك لا، في قلبي في شيء منه. إيه لأنه طيب الاحتمالات تجلد الناس أنت ولا مش صحيح؟ القصة، فهذا هو، هذا الفرق بين هذه الأشياء وبين هذه الأشياء. فشوفوا أنتم حدود الإسلام اللي ما في اختلاف حولها بفضل الله تبارك وتعالى ثابتة بطريق ماذا؟ بطريق القطع. يعني مبدأ مشروعية العقاب متوفر فيها ولا غير متوفر؟ متوفر، منصوص عليها بكتاب الله، منصوص على تجريمها بكتاب الله، ومنصوص على عقوباتها بكتاب الله. هذا الذي نريد أن يتوفر في سائر ما يدعونه جرائم إيش؟ الحدود، أن تكون ثابتة بطريق القطع ثبوتاً أيها الإخوة ودلالة. وبعد ذلك في عنا في التنفيذ، في مقام التنفيذ لابد أيضاً يكون في شيء قريب من القطع أو غلبة ظن. ولذلك هم أصفقوا جميعاً بفضل الله واتفقوا على أن الحدود تدرى بماذا؟ تدرى بالشبهات. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. ارفع النداء.